بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. والمعتدات ست، العدة ست أنواع. قال: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. الحامل إذا توفي زوجها أو طلقها فعدتها وضع الحمل، متى ما وضعت الحمل انتهت عدتها. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وبهذا القول قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولا فرق بين المطلقة والمتوفى عنها، سواء كانت مطلقة فعدتها وضع الحمل أو متوفى عنها زوجها فعدتها وضع الحمل. ولما في الصحيحين رحمهم الله واللفظ للبخاري رحمه الله من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وفيه قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، أي مات زوجها وبعد ذلك ولدت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها قد انتهت وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وإنما تنقضي العدة للحامل بما تصير به أمة أم ولد، إذا كان ذلك الحمل تصير به الأمة أم ولد فبذلك تنقضي عدتها. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، يعني إذا وضعت تمت عدتها فيحل لها أن تتزوج، ولكن زوجها الآخر لا يقربها حتى تطهر من دم النفاس. قال: وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح، هذا قول بأنها تنظر إذا كان مدة الحمل أطول فتعتد بوضع الحمل، وإذا كان الأربع أو الأشهر وعشرة أطول فتعتد بأربع أشهر وعشر. ولكن الصحيح أن الحامل إذا وضعت انتهت عدتها سواء طالت المدة أو قصرت. وفي الموطأ الإمام مالك رحمه الله أنها، أي سبيعة رضي الله عنها، ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، وللنساء رحمه الله بثلاث وعشرين ليلة، يعني سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. فائدة: أقل ما يتبين به خلق الولد 81 يوما. الحمل يتم خلق الولد
بعد 81 يوما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وذكر أن غالب ما يتبين فيه خلقه 3 أشهر، غالب ما يتبين خلق الطفل بعد الحمل ب3 أشهر، يتخلق بعد 3 أشهر. قوله بما تصير به أمه أم ولد، يعني إذا وضعت طفلاً نفخ فيه الروح فتمت عدتها ثم مات، هذا قول الجمهور ومنهم الأئمة 3، وهو أن العدة تنقضي بما تبين به خلق إنسان ولو خفياً، وهو الذي تصير به الأمة أم ولد. إذا وطئ السيد أمته وحملت وأسقطت بعدما تخلق تصير أم ولد، لا يحل بيعها. قال: فإن لم يلحقه لصغره، إذا لم يلحق الطفل لصغر الزوج أو لكونه ممسوحاً أي مقطوع الذكر، أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. قوله فإن لم يلحقه لصغره، الضمير عائد للزوج وهو الذي لا يولد له، وهو ما كان أقل من 9 من 10 سنين، ما كان أقل عمره من 10 سنين، وهو الذي لا يولد لمثله، يعني إذا كان أقل من 10 سنين عمره الزوج أقل من 10 سنين، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. وتقدم بيان أن الذي لا يولد لمثله وهو من كان دون 10 سنين. قوله أو لكونه ممسوحاً، لم أرى هذه اللفظة في شيء من كتب المذهب، ولعل مراد المصنف رحمه الله بالممسوح الخصي المجبوب الذي سلت خصيته وقطع ذكره، هذا يسمى ممسوح، كما هو مذكور في المغني والشرح والإقناع والمنتهى. ولا تنقضي العدة إذا ولدت لدون 6 أشهر وعاش، لأن الولد لا يلحق به، أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا ولدت أقل من 6 أشهر لا يلحق الولد بذلك، لأن الحمل أقله 6 أشهر، فإذا ولدت أقل من 6 أشهر لا يلحق الولد بذلك. قال: وأكثر مدة الحمل 4 سنين، أكثر مدة الحمل 4 سنين، أن تحمل المرأة ويبقى الحمل في بطنها 4 سنين، هذا أكثر مدة الحمل، هذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: نساء بني عجلان تحمل 4 سنين، بنو عجلان قبيلة نساؤهم تحمل 4 سنين، فهذا أكثر مدة الحمل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: بقي محمد بن عجلان، بقي محمد بن عجلان في بطن أمه 4 سنين. وروى البيهقي والدارقطني رحمهم الله بسنده عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس رحمه الله: إني حدثت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على 2 سنين قدر ظل المغزل،
يعني ولا قليل. فقال مالك بن أنس رحمه الله، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين. فدل على أن غاية مدة الحمل 4 سنين. وترجم له البيهقي رحمه الله: باب ما جاء في أكثر الحمل، وساق آثارًا في هذا الباب. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وروى القطبي أن هرم بن حيان حملت به أمه 4 سنين. هكذا ذكره ابن قتيبة رحمه الله في المعارف، وزاد: ولذلك سمي هرم. وعن أحمد رحمه الله: أقله 2 سنين، أقل الحمل 2 سنين. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. ويروى أن الضحاك بن مزاحم رحمه الله حملت به أمه 2 سنين، وأقلها 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو قول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. دليل ذلك أنه قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. فقد روى البيهقي رحمه الله عن أبي الأسود الديلي أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت 6 أشهر، فهم عمر رضي الله عنه برجمها، فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مدة الرضاع حولين كاملين. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالحولين 24 شهر، يبقى 6، فدل على أن أقل الحمل 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 سنتين، ويبقى 6 أشهر، وهو مدة أقل الحمل. فحولان وستة أشهر 30 شهرا، لا حد عليها. وترجم البيهقي رحمه الله له بقوله: باب ما جاء في أقل الحمل. فأقل الحمل 6 أشهر، فلو وضعت المرأة بعد 6 أشهر فالولد لها، فأقل الحمل 6 أشهر. يباح إلقاء النطفة ب3 شروط: يجوز أن تخرج المرأة المني من بطنها ب3 شروط، يباح إخراج المني من رحم المرأة ب3 شروط: الأول أن يكون قبل 40، قبل 40 يوم من الحمل، وبدواء مباح وبإذن الزوج. 3 شروط: الأول أن يكون قبل 40، قبل 40 يوم من المني. الشرط الثاني: ويكون بدواء مباح. الشرط الثالث: وبإذن الزوج، لأنه قبل 40 ما أخذ في التنقل في الأطوار 3، 40 يوم نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة. قبل 40 ما أخذ في التنقل في الأطوار 3. فصل: الثانية المعتدة الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، للحرة
أربعة أشهر وعشر، إذا كانت حرة فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. دليل ذلك ما رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، تعطى مهر مثل مهر نسائها، ولها الميراث لأنها زوجة وعليها العدة أربع أشهر وعشرة. فإذا تزوج رجل بامرأة ومات قبل الدخول فلها الميراث ولها الصداق وعليها العدة. فشهد معقل ابن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق امرأة اسمها بروع ابنة واشق بمثل ما قضى أي ابن مسعود، أن لها الصداق وأن لها الميراث وأن عليها العدة. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك فرحا شديدا، لأنه وافق فتواه الحق، وهذا مما أجمع عليه. قوله أربعة أشهر وعشرة، المتوفى عنها زوجها عدتها أربع أشهر وعشرة، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المتوفى عنها تعتد أربع أشهر وعشرة، وهذا بالإجماع إذا لم تكن الزوجة حاملا، أما الحامل فعدتها وضع الحمل. وللأمة نصفها، أما إذا كانت الزوجة أما مملوكة فشهرين وخمسة أيام، نصف ذلك إذا مات زوجها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. إذا مات الزوج وقد طلق زوجته طلقة رجعية، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وتوفي وهي في عدة طلاق، سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة، يعني طلقها الطلقة الثالثة في حال صحته، لم تنتقل بل تكمل عدة الطلاق، لأنه طلاق بائن، يعني الطلقة الثالثة التي لا رجعة بعدها، فتتم عدة الطلاق. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. إذا طلقها الطلقة الثالثة ولكن في حال مرضه تعتد الأطول، إما أربعة أشهر وعشرة وإما مدة الطلاق. ما لم تكن أمة أي مملوكة أو ذمية من أهل الكتاب، أو جاءت البينونة منها، يعني هي تسببت في الطلاق البائن لا غير. وإن طلق بعض نسائه مبهمة، يعني قال إحدى الزوجات طالق ولم يعين أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى الحامل سوى حامل أطول منهما. قوله وللأمة نصفها أي شهرين وخمسة، إذا كانت الأمة مات زوجها تعتد
شهرين وخمسة أيام نص الحرة. دليل ذلك اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك في عدة الوفاة. والله يقول سبحانه وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلدة. وبهذا القول قال الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله. قوله: وابتدأت عدة وفاته، يعني إذا مات وقد طلقها طلاق رجعي سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة منذ مات، لعموم قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. والرجعية إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وهي في العدة، والرجعية زوجة لها حكم الزوجات في أكثر الأحكام. وبهذا قال الثلاثة رحمهم الله، بل قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. قوله: من أبانها في الصحة، يعني طلقها الطلقة الثالثة وهو صحيح ليس بمريض، لم تنتقل يعني من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، بل تتم عدة الوفاة، بل تتم عدة الطلاق، لأن البائن لا رجعة لها. وجه ذلك أنها ليست زوجة إذا كان طلاق بائن، طلقة ثالثة ليس لها الرجوع. وجه ذلك أنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. أما المبانة في مرض الموت إذا طلقها الطلقة الثالثة وهو في مرض الموت فتعتد بأطول الأجلين، إما عدة الطلاق وإما عدة الوفاة. وجه ذلك أنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أن يدخل أقل العدتين في أكثرها في أكثرهما. أما إذا كانت أمة مملوكة أو ذمية من أهل الكتاب أو جاءت البينونة منها هي تسببت، فتعتد عدة المطلقة لأنها لا ترث. الأمة أو من أهل الكتاب، وتعتد من أبانها في مرض موته. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان في مرض موته تعتد. وعن أحمد رحمه الله: تبني على عدة الطلاق. وبه قال مالك والشافعي: أي تتم عدة الطلاق وتكمل بقية 14 وعشرة. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله: الثالثة من المعتدات الحائل، أي غير الحامل، ذات الأقراء، أي التي تحيض وهي الحيض، المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة، يعني بعضها حر، 3 قروء كاملة، وإلا قرآن إذا كانت أمة، قرآن.
لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والأقراء الأطهار في قول مالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي الحيض، القر هي الحيض. ورجحه الجوهري من أئمة اللغة، وهو المقدم في مذهبنا. دليلنا ما أخرجه النسائي رحمه الله من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبو داود رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال في المستحاضة، المستحاضة التي يجري منها الدم في غير أوانه مرض، قال في المستحاضة: تجلس أيام أقرائها، يعني إذا جاء وقت الحيض تمسك عن الصلاة، فإذا تمت مدة الحيض تصلي. فدل على أن القر هو الحيض، والله جعل بدل كل حيضة شهرة في حق الصغيرة. إذا طلق زوجته الصغيرة التي لم تحض فعدتها 3 أشهر، فدل على أن الأصل الحيض. ويرجح هذا القول أنه قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وأصحابه، وابن مسعود وأصحابه، وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ومعاذ رضي الله عنهم. وبه قال علماء الحديث رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله في الهدي، أي في زاد المعاد، هدي خير العباد، وأطال في النقاش فيها. قوله: وإلا قرآن، أن إذا كانت الأمة، إذا كانت الزوجة أمة فعدتها قرآن، حيضتان. وبه قال 3، لما رواه أبو داود والترمذي والبيهقي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة المملوكة تطليقتان وعدتها حيضتان. غير أن في إسناده مظاهر ابن أسلم متكلم فيه، ولأنه قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 4 من المعتدات: من فارقها حياً ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر، وأما 2. لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إذا كانت الزوجة صغيرة لم تحض ومات زوجها فتعتد، وطلقها زوجها فتعتد 3 أشهر. إذا طلقها وهي صغيرة لم تحض فعدتها 3 أشهر. وكذلك الكبيرة التي انقطع حيضها وطلقها تعتد 3 أشهر. لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، يعني التي انقطع حيضها لكبرها فعدتها إذا طلقت 3 أشهر. واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك، إذا كانت صغيرة ما حاضت وطلقها فعدتها 3 أشهر، وأمة 2، إذا كانت الزوجة أمة فشهرين، ومبعضة بالحساب إذا كان بعضها حر وبعضها مملوك فبالحساب، ويجبر الكسر. دليل ذلك أنه قول عمر رضي الله عنه، ذكره عنه البيهقي رحمه الله
في سننه الكبرى. قوله ومبعضة أي التي بعضها حر وبعضها مملوك بالحساب، فمن نصفها حر تعتد بشهرين ونصف، ومن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرين يوما، ومن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشر أيام ولا كسر فيهن. قوله ويجبر الكسر، فإذا كان ثلاثة أرباعها حر فعدتها شهران وثلاثة وعشرون يوما، وإذا كان ربعها حر فعدتها شهران وثمانية أيام، ولا يخفى على الحاذق ما فيهما من كسر. والقاعدة في هذا إنك تزيدها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فمن ثلاثة أرباعها حرًا وربع أشهر وأربع أشهر سبعة أيام وربع الشهر وربع الشهر سبعة أيام ونصف، فثلاثة الأرباع اثنان وعشرون يوماً ونصف يوم، فيجبر الكسر. ومن ربعها حرًا فعدتها شهران وسبعة أيام ونصف يوم، فيجبر الكسر فتعتد بشهرين وثمانية أيام. هذا هو جبر الكسر. الخامسة من المعتدات، الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يعني كانت تحيض وارتفع الحيض ولم تدري سببه، فعدتها سنة. فهذه المرأة إذا طلقت عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل لأنها ربما تكون حامل، وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرًا، وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية أي لوقت الحيض، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران. لما رواه مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت، وإن علمت ما رفعه، علمت السبب الذي رفع الحيض من مرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس ستين سنة وينقطع الحيض فتعتد عدته. دليل ذلك ما رواه مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله أن حبان ابن منقذ طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته، فمنع الرضاع الحيض، ثم مرض حبان فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وأخبره بشأن امرأته، وعنده علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فقال لها عثمان رضي الله عنه: ما تريان؟ أي قال لعلي وزيد: ما تريان؟ فقال: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن. فرجع حيان فأخذ ابنته، ثم حاضت حيضة ثم أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة الوفاة عنها وورثت. وعلى المقدم في المذهب حد الإياس خمسون سنة وعنه ستون، إذا بلغت المرأة خمسون سنة انقطع عنها الحيض، أو إذا بلغت ستون سنة من العمر انقطع عنها الحيض. وعند أبي حنيفة رحمه الله من خمس وخمسين إلى ستين، وعند مالك
والشافعي رحمهم الله ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان. إذا علمت ما رفعه من مرض أو ضضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس 50 أو 60 فتعتد عدته. وعن أحمد رحمه الله: تنظر زوال الرفع، زوال الرافع للحيض أي السبب الذي رفع الحيض، ثم إن حاضت اعتدت به، وإلا اعتدت بسنة وصوبه في الإنصاف، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وما في شريعتنا الإسلامية من السماحة والتيسير يشهد لهذا القول، والعمل إن شاء الله بهذا القول أولى، لأن بقاءها إلى أن تبلغ سن الإياس فيه ضرر عظيم عليها. والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. السادسة من المعتدات امرأة المفقود الذي فقد ولا يعلم عنه. امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، حاكم يضرب المدة وعدة الوفاة لما أخرجه مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله، أن عمر رضي الله عنه قال في امرأة المفقود، الرجل الذي فقد ما يدرى أين هو، تتربص 4 سنين، تنتظر 4 سنين، ثم تعتد 14 وعشرة، ثم تحل للأزواج. يضرب المدة وعدة الوفاة الحاكم، وبمثل قول عمر رضي الله عنه قال عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وبهذا القول قال مالك رحمه الله وكثير من العلماء. وقد جرت مسألة واقعية في زمن عمر رضي الله عنه، رجل أخذته الجن فبقي عندهم زمنا ثم ردوه، رجل أخذه الجن في زمن عمر رضي الله عنه فبقي عندهم زمنا ثم ردوه. روى القصة عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله في الجديد: لا تحل للأزواج حتى تمضي مدة لا يعيش إلى مثلها غالبا الذي تقدم في ميراثه، ينتظر 4 سنين إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلام، ثم تعتد للوفاة. قال: وإن تزوجت بعدما انتظرت 4 سنين ثم 4 أشهر و10 وتزوجت، فقدم الأول، قدم الزوج الأول بعد أن انتظرت 4 سنين و4 أشهر و10 على أنه قد توفي وتزوجت، فجاء الزوج قبل وطء الثاني، قبل أن يجامعها الزوج الثاني، فهي للأول، ترد للأول والثاني يفسد. وبعده بعد الوطء أخذها زوجة بالعقد الأول، وبعده له
له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منها. قوله أخذها زوجة بالعقد الأول، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: إن دخل بها الثاني فهي له، وإن لم يدخل بها فهي للأول. دليلنا ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته أو الصداق الذي أصدقها، فاختار الصداق لأن زوجته قد حبلت، أي من الثاني. قوله: ولا تفتقر إلى حكم حاكم، وهو اختيار الشيخ وصوبه في الإنصاف. وعن أحمد رحمه الله: تفتقر إلى حكم حاكم، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. فصل: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، مات زوجها وكان غائبا أو طلقها وكان غائبا اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، يعني ثلاثة قروء. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني وتحل بعقد بعد انقضاء العدتين. قوله: اعتدت منذ الفرقة، وجه ذلك أن الإحداد ليس بشرط في انقضاء العدة، كما في قوله تعالى: فعدتهن ثلاثة أشهر، وقوله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وذكره البيهقي رحمه الله عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها، يعني تعتد من ذلك اليوم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى. وبهذا القول قال الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو بعقد فاسد، وبه قال الشافعي. قوله: أو زنا، روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك رحمه الله، وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا عدة عليها. تنبيه: اختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الموطوء بشبهة أو عقد فاسد والمختلعة والمزني بها عدة كل واحدة منهن حيضة واحدة. قلت: وقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله قوي، لأن الحكمة التي من أجلها شرعت العدة بثلاث حيض مفقودة هنا، والمقصود براءتها من الحمل، وهو حاصل بحيضة، إذا حاضت دل على أنها غير حامل. والحكمة في جعل العدة ثلاث حيض هي تطويل الزمن واتساع الوقت لعل الزوج يراجع زوجته. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. دليل ذلك
أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما، فقد أخرج مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة أي الثالثة، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما لأنها تزوجت وهي في العدة ما تمت عدتها. ثم قال: أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخطاب، فإذا كان دخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا. قوله: وتحل له بعد انقضاء العدتين. وعن أحمد رحمه الله: تحرم على التأبيد، لما ذكر عن عمر رضي الله عنه. ودليل المذهب قول علي رضي الله عنه، فإنه قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر. أخرج البيهقي رحمه الله بإسناده أن امرأة هلك زوجها أي مات، فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14 ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها عمر بن الخطاب يعني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فدعا عمر رضي الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء يعني لهن معرفة بأمر النساء، فسألهن، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك، هذه امرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحشي ولدها في بطنها، أي اختفى ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحت تحرك ولدها وكبر، فصدقها عمر وألحق الولد بالأول. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها أي طلقها الطلقة الثالثة في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت العدة. فائدة: قال في الإقناع وشرحه: ويكون الولد الأول عيناً إذا ولدت لدون 6 أشهر وعاش من وطئ الثاني، ويكون للثاني عيناً إذا ولدت لفوق 6 أشهر من وطئه ولفوق 4 سنين من إبانة الأول. وإن أمكن أن يكون منهما بأن أتت به لفوق 6 أشهر من وطئ الثاني ولدون 4 سنين من بينونة الأول، أري الولد القافة الذين يعرفون الشبه، معهما فألحق الولد بمن ألحقوه به منهما. قوله: ثم طلقها قبل الدخول، هذه المسألة لا تصور إلا في المختلعة. فصل: يلزم الإحداد يعني ترك الزينة مدة العدة كلما توفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية، أي ولو كانت من أهل الكتاب أو أمة أو غير مكلفة أي صغيرة. الإحداد هو ترك الزينة.
وبوجوب الإحداد قال الثلاثة والجماهير من العلماء. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، أي تترك الزينة، فوق ثلاثة أيام إلا على زوج 14 وعشرة، ولا تكتحل. المتوفى عنها زوجها. الحمد لله، يهديكم الله وصحبه لكم. ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من الحيض نبذة من قسط أو أظفار، أي قليل من الطيب في موضع الحيض. فالإحداث ترك الزينة، ترك الكحل، ترك الثياب الجميلة، وترك الطيب 14 وعشرة، وإن كانت حامل حتى تضع. ولو ذمية، أي من أهل الكتاب. رواه السبعة إلا الترمذي رحمهم الله. أو أما، أو كانت أما مملوكة أو غير مكلفة، أي صغيرة. ويباح لبائن من حي، ويباح لبائن من حي إذا طلقها الطلقة الثالثة وزوجها حي ثم مات، فلا يجب عليها الإحداد لأنها بائن، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، أي لا يلزمهن الإحداد. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة، وحلي وكحل أسود لا توتي، يعني إذا كان للعلاج ونحوه، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. المتوفى زوجها لا تلبس هذه الأشياء مدة العدة. قوله ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، بهذا قال مالك والشافعي، وهو اختيار ابن القيم رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب. دليلنا عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الآية. ودليلنا عموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ويباح لبائن، ويباح لبائن، هذا مما أجمع عليه وعلى الصحيح من المذهب. لا يجب الإحداد على البائن، يعني التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة ثم مات، فهذه ليست زوجة فلا يلزمها الإحداد. وعلى الصحيح من المذهب لا يجب الإحداد على البائن، أي التي طلقها الطلقة الثالثة قبل موته ثم مات، فليس عليها إحداد. وبه قال مالك رحمه الله: فإذا طلق زوج زوجته ثلاثا أو خالعها فإحدادها عليه حال حياته مباح. وقال سعيد بن المسيب وأبو حنيفة رحمهم الله يجب، وعن الشافعي رحمه الله كالمذهبين. قوله من الزينة والطيب، أي تحذر المتوفى عن زوجها من الطيب والزينة، وهو قول الجمهور واختيار ابن القيم رحمهم الله. لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها
لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة أي المصبوغة بالحمرة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. مدة 4 أشهر و10، وإن كانت حامل حتى تضع. ولحديث أم عطية رضي الله عنها وتقدم قريبا قوله وأبيض، أي ولا تلبس أبيض ولو كان حسنا. الأولى أن يقال بعدم الجواز إذا كان فيه زينة يلفت النظر، ويرشح هذا القول لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. الأبيض للرجال، المرأة لا تلبس. قوله ولا يجب على رجعية، لأن كل واحدة منهن ليست زوجة متوفى عنها. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفاً أو قهراً أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها. لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها، وفيه أتاني نعي زوجي، أي خبر وفاته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن نعي زوجي أتاني، أي خبر وفاته، في دار شاسعة أي بعيدة، ولم يدع نفقة وليس المسكن له، فلو تحولت لكان أرفق لي. قال تحولي، فلما خرجت إلى المسجد دعاني فقال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10. رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله، ورواه أيضا مالك والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه. المتوفى زوجها تمكث في البيت الذي توفي فيه، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وبه قال الأئمة الثلاثة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في التهذيب، وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعتد حيث شاءت نهاراً، ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً. وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. قوله ولها الخروج لحاجتها، وهو قول الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. وقد روى البيهقي رحمه الله عن مجاهد رحمه الله قال استشهد رجال يوم أحد، فأما نساؤهم وكنا متجاورات، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا نستوحش بالليل، يعني نخاف، فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا، فقال عليه السلام تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فتأوبوا كل امرأة منكن إلى بيتها. وخبر مجاهد رحمه الله رواه أيضا الشافعي وعبد الرزاق رحمهم الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان إلا في بيوتها. وذكره البيهقي رحمه الله أيضا عن ابن مسعود وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تأتي أهلها بياض يومها، وأن زيد بن ثابت
رضي الله عنه رخص لها في بياض يومها، أي في النهار لا بالليل. باب الاستبراء، وهي أن تنتظر حتى تحيض حيضة ويظهر أنها ليس لها أن ليس فيها حمل. فائدة: يجب الاستبراء في 3 مواضع. الأول: إذا ملك ولو طفلاً أمة يوطى مثلها ببيع أو هبة أو إرث أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها حتى يستبرئها. إذا ملك أمة ولو كان ذلك طفلا فلا يجوز أن يقربها حتى يستبرئها، أن ينتظر حتى تحيض ويظهر أنها غير حامل. الفائدة الثانية: إذا وطئ أمته ثم أراد بيعها أو تزويجها لم يجوز حتى يستبرئها. إذا كانت له أمة ووطئها ثم أراد أن يبيعها لا يجوز أن يبيعها أو يزوجها حتى يستبرئها، يعلم أنها لم تحمل منه. الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها. واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة، لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان وصححه رحمهم الله عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، أي لا يطأ الحامل. إذا كانت الأمة حامل لا يقربها حتى تضع، لا يدخل منيه على حمل غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، أي لا يجامع امرأة حامل ولو كانت مملوك، ينتظر حتى تضع. وساقه في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله ولم يتعقبه، وقال في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: واتفقوا على أن من ملك أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي لزمه استبراؤها إن كانت حاملا تحيض فبقرء، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو لكبر فشهر، لا يقربها حتى تحيض حيضة ويعلم أنها ليست حامل، وإن كانت صغيرة يصبر شهر. واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة، وهذا بالإجماع لعموم الآية الكريمة والأحاديث الواردة في الخروج من العدة. والآيسة والصغيرة بمضي شهر، ينتظر شهر، إذا كانت قد انقطع حيضها أو صغيرة لم تحض ينتظر شهر ولا يقربها حتى ينتهي الشهر. والاستبراء في اللغة هو التمييز والقطع، وشرعاً تربص انتظار يقصد به منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. قوله: ومن تحيض بحيضة، ينتظر حيضة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ الإسلام وابن القيم وجماهير العلماء رحمهم الله. دليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم رحمهم الله وصححه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وإسناده حسن.
قوله بمضي شهر، إذا كانت صغيرة ينتظر شهر، لأن الله جل شأنه جعل الشهر مكان الحيض. في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وبهذا القول قال الجمهور وهو اختيار ابن القيم رحمهم الله. كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاع لغة مص اللبن من الثدي، الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا بالإجماع